شعور صراحة ما ينصف فعلاً. يعني فرحتي كانت مرة عارمة وليومك هذا يعني أنا ماني متخيلة بكرة يعني هو اليوم الموعود فعلاً. يعني ما أقدر أقول لك والله حتى النوم أحياناً ما أصير أنام من كثر الفرحة. راح أتغير إني إذا نويت إني أطلع المشوار ألاقي سيارتي موجودة عند الباب أطلع ما أنتظر يعني أكلم السواق أو أكلم زوجي وأبوي يعني يوصلني، فأسهل لي يعني أطلع بالسيارة وأروح أخلص مشاوري وأرجع. أول ما يطلع لي يعني أول ما أخلص أعتقد هو ساعتين العملي كل يوم ساعتين ماكسيمم، فأول ما أخذها لسه ما اخترت سيارة، ممكن أسوق يعني سيارة البيت يعني إلى أن أشتري سيارة. We end up now for over 85,000 registered and already enrolled throughout the training with the different levels. We have over 5,000 and we have like more than 700 already graduated and get their license. أكيد يعني راح يعتمدوا على نفسهم إنه راح تبغى مشوار راح تطلع تقضيه هي، ما راح تدور أحد يودي لها أو تصير ثقل على أحد ثاني يوصلها ويجيبها، فتعتمد على نفسها بكل مشاويرها. ليش لا؟ وأنا مستعدة بنتي صارت كبيرة بعمر الرخصة راح تاخذ رخصة تطلع تسوق.